هنا فندق الفيرمونت في مصاي مارا. الغرف هنا كل غرفة عبارة عن خيمة مستقلة. دي الخيمة بتاعتي رقم 37. احنا هنا على النهر مباشرة. النهر ده مليان تماسيح ربنا يستر. المهم ان النور الساعة 12 بالليل بيقطع في المنطقة كلها عشان نسمع اصوات الحيوانات. دي الخيمة ما بتتقفلش ولا حاجة، عبارة عن مجرد سوستة تتفتح، يعني الواحد يفتح السوستة ويخش. ده الحمام. ده الدش.